المسائية الأجواء غائمة مشاهدينا الأعزاء من خلال الانطلاقات وزخات المطر في بداية النزول على أرضية ميدان المرموم هنا الميدان الذكي في هذه اللحظات المسائية من خلال الانطلاق شوطنا يسير وهو الشوط السادس المخصص للأبكار اللقاية من مسافة 5 كيلومترات. نقترب من بداية الشوط ونقترب من مسار هذه الانطلاقة حيث البداية الأولى والشعار هجني زعبيل يتقدم في هذه اللحظات إلى صدارة الشوط من خلال هذه اللحظات بقيادة المضمر راشد بن محمد بن مروشد يحتل المركز الأول والصدارة الأولى في هذه اللحظات بينما إلا المركز الثاني هناك تقدم إذن صغان يأتي في المركز الثاني مشاهدي الأعزاء للقعدان المحليات الأصايل وبينما في عملية التضمير والتدريب يأتي مسري بن سالم بالعرطي الحميري المركز الثاني الآن هجن زعبيل تقدم شاهين بقيادة المتألق راشد بن محمد بن مروشد المركز الثالث مباشرة إلى محطم أو مولع لهجن العاصفة يحتل المركز الثاني عملية التضمير والتدريب تعود إلى المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الرابع هناك ياتي شاهين اسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وحمد بن عبد الله بالطير العامري في عملية التضمير أما المركز الخامس ننتقل مباشرة مشاهدين الكرام إلى المركز الخامس ومشهور لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير يتولى عملية تضميره وتدريبه المركز السادس هناك الجانب الآخر هجن الرئاسة مشاركة قوية وفعالة ولكن أرى وأتابع من خلال هذه اللحظات هملول غير خذ المركز السادس لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد هيان ويمعى بن عتيجة الرميثي في التضمير المركز الآخر هناك يأتي الأسد لهجن الرئاسة بقيادة حمد بن سعد الإحبابي في المركز السابع المركز الثامن ننتقل للمركز الثامن هناك تقدم برهوم لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيل بن هاجري في التضمير ثامنا مشاهدين الكرام بينما المركز التاسع في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بسمو الشيخ محمد بن المربى المكتوم ياتي الذيب بقيادة سعيد بن سالم الينيبي والمركز العاشر ها هو مشاهدينا الاعزاء يتقدم البارع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضم رعتيج بن سالم بالعرطي الحميري اللي تقدم الى المركز العاشر في هذه اللحظة هذه العشرة مراكز اولى المتقدمة ولكن نعود الى صغان من سيطر مشاهدينا الكرام وحلق على المركز الاول في هذه اللحظة يتابع في لتعود ملكية اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم لكن في التضمير يأتي الخبير مسري بن سالم بالعرطي الحميري بينما المركز الثاني شاهين في المركز الثاني تعود ملكيته مشاهدي الأعزاء لهجني زعبيل في التضمير والمتابعة يأتي راشد بن محمد بن مروشد مع هذه المشاركة المتألقة واللي تتابع من خلال كل الشعارات اللي تنطلق وتتواجد الأخوة المضمرين على استعداد بالتنافس الجميل والمتابعة تابع منى نشاهد قناة دبي ريسنج عندما تنقل هذه الأحداث وتنقل هذه اللحظات الجميلة نشاهد كيف المنظر كيف الأداء كيف النتيجة تتحول من خلال تحدي الأسماء والمشاركات يأتي شاهين على المركز الثالث اسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب يضمر شاهين حمد بن عبد الله بالطير العامري المركز الرابع هناك مولع لهجن العاصفة والمضمر حمد بن راشد بن غدير المركز الخامس هجن الرئاسة قدمت بمشكور وعيسى بن احمد بن مايد الخيالي بينما مشهور لسمو الشيخ حمدان بن محمد براد المكتوم سادسا علي بن راشد بن غدير مضمر المركز السابع هنا ياتي الحذر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يضمر احمد بن سلطان بن رشيد السويدي المركز السابع هجن لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم اللي هم مشاهدين الاعزاء برهم يضمر عبد الله بن ثعيلب الهاجري ولكن هنا تدخل في هذه اللحظه تدخل مشاهدين
تدخل من قبل شايلي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. ظافر بن هادي الاحبابي يحتل هذا الموقع، ولكن اعود الى البدايه. ما شاء الله تبارك الله، الكيلو متر الاخير، الكيلو المتر الاخير مشاهدينا الاعزاء، تقدم وتصدر صغان هذه المجموعه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عمليه التضمير والتدريب هناك لمسري بن سالم بالعرطي الحميري، لكن المركز الثاني الله مولع من هجن العاصفه مشاهدينا الكرام، ياتي على المركز الثاني الان، غير الى المركز الاول بقياده حمد بن راشد بن غدير، لكن هناك الحذر واصل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ياتي الخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، لكن الله يا محطم لا تحطم معنوياتي، لا تحطم معنوياتي، ياتي لهجن العاصفه لاحتل المركز الثالث بقياده الواثق حمد بن راشد بن غدير، تعزيز للمقدمة. ولكن هنا شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وياتي ظافر بن هادي الاحبابي. الله يا ظافر روح، ولكن محطم غير مشاهدينا الكرام، سار الى المركز الاول، راح الى مقدمة هذا الشوط، الكل تجول، الكل شارك، الكل نافس، ولكن هجن العاصفة في تنافسها يكون التحدي غير، في المنافسة غير، والمشاركة غير. هنا يأتي مشاهدين الأعزاء محطم ليحطم كل الأرقام، ليحطم كل التوقعات، ولكن يسير بقوة الهدوء وبقوة المشاركة لهجن العاصفة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الجميل في هذا المساء. المركز الثاني هجن العاصفة، المركز الثالث شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، الحذر في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الخامس لهجن الرئاسة أيها الحبل الكريم شاهين يحتل المركز الخامس. نتابع التوقيت الزمني للحظات هذا الشوط مشاهدي الكرام، ولحظات وصول إلى خط النهاية من خلال تواجد هذه الأسماء وقمة القمم ومحطم نتابعه أمامكم على شاشة التلفزيون. يسير إلى التوقيت الزمني بتوقيت زمني مقدار 7 دقائق 48 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. تهانينا لهجن العاصفة على الفوز، وللواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الثاني مولع أيضا لهجن العاصفة. تهانينا والناموس للواثق حمد بن راشد بن غدير، 7 دقائق 48 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. أما المركز الثالث كان شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر الشاب ظافر بن هادي الأحبابي، حيث حقق المركز الثالث بتوقيت زمني مقدار 7 دقائق 48 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا وإن